يشكل اطمئنان الإنسان على صحته وصحة أسرته أهم حافز له من أجل بذل المزيد من العطاء في العمل الذي يوكل إليه. ومن هذا المنطلق عقد وزير التعليم معالي الدكتور أحمد بن محمد العيسى مؤتمراً صحفياً حول التأمين الصحي الاختياري لمنسوبي ومنسوبات التعليم، والذي يستهدف أكبر شريحة وظيفية في مؤسسات وزارات الدولة. هذا البرنامج طبعاً مهم جداً لتحقيق مزيد من الرضا ومن الدعم للمنسوبي التعليم من المعلمين ومعلمات وموظفين وغيرهم. واعتبر الكثير من المعلمين والمعلمات بأن هذه الخطوة إيجابية وتسهم في رفع مكانة المعلم وتجويد مستوى الخدمات المقدمة له. احنا بادرنا اليوم وحطينا المؤتمر الصحفي، عندنا كذلك يمكن شركة أو شركتين بتطرح خلال الفترة القادمة، هي على حسب ما يفيدنا ويفيد معلمينا في الميدان. الوثيقة تم تصميمها فيما يخدم زملائنا المعلمين والمعلمات. الأسعار أعتقد أنه أسعار منافسة، الشبكات والتغطية الصحية شاملة لكثير، لنسبة ما يقارب 99% من المستشفيات المملكة العربية السعودية. التغطية كذلك حتى في حال لو لم يكن من ضمن المستشفى من ضمن الشبكات فهو بالقدرة أن يتعالج في المستشفى، ثم بعد ذلك يذهب إلى شركة التأمين بتقارير خلال 15 يوم تحل مشكلته ويحاسب على ما دفعه إذا كان موازي لما هو أو تسعيرة الشبكة الطبية التي يتعالج عليها. التأمين كذلك مغطى دوليا، التأمين مغطى في حال يعني كثير من الأمراض مغطى في داخل التأمين. كما تتنوع فئات التأمين إلى 4 فئات، الماسية والذهبية والفضية والبرونزية. هذه المبادرة الأولى زي ما قلت، لكن ممكن إن شاء الله أنه يكون في المستقبل مبادرات أخرى، من سواء بالنسبة للتأمين الطبي أو تأمين السيارات أو التأمينات الأخرى. ويشمل التأمين جميع منسوبي التعليم، فيما سينطلق البرنامج بعد 2 أسبوع عبر البوابة الإلكترونية. وانسجاماً مع جهود الدولة نحو مشروع التأمين الصحي، والذي أصبح ضرورة من ضرورات العصر، فقد بادرت الوزارة إلى البحث عن أفضل السبل لتقديم هذه الخدمة المهمة للمعلمين والمعلمات، سعياً نحو رفع الرضا الوظيفي لمنسوبي وزارة التعليم وزيادة انتمائهم لهذه المهنة العظيمة. لقناة عين، بدر الدوسري، الرياض.